لما استاذ احمد بيتكلم انا عارفه انه ده حلم عند ناس كتير من اللي سمعوا بنفسهم من الابطال دول، ان كل واحد بيسمع من بطل بيبقى حاسس بالغيره انه انا عايز كلام الناس دي يتوثق بان هم. احنا بناخد الابطال في ال 238 نادي من اسكندريه اسيوط وقلت لحضرتك عليهم، بناخد ابطال مش احنا نروح نتكلم، احنا عايزين الابطال يقابلوا طلبه المدارس طلبه الجامعه، ما فيش جامعه او مدرسه او كليه او مكتبه عامه او مكتبه خاصه بيتصلوا بينا يقول لك احنا عايزين نعمل ندوه الا وبنروح، عشان جيل بيسالم جيل، لازم الاولاد الصغيرين يشوفوا الابطال، لازم الاولاد الصغيرين يشوفوا ناس قدمت للبلد وما طلبتش مقابل. اللي احنا احنا عايشين دي في دي الحاله اللي احنا فعلا ده النموذج اصلا اللي احنا يعني انا دايما لما بطلع في التلفزيون بتكلم على سياده العميد السيد وجدي. سياده العميد السيد وجدي اصيب يوم 17 اكتوبر 73 في معركه اللواء 25 مدره، ولغايه دلوقتي بنتكلم في 47 سنه مقر اقامته مستشفى المعادي، 220 عمليه ومقيم في مستشفى المعادي. تقابليه قمه الطاقه الايجابيه اللي في الدنيا، واتمنى ان هو يكون سامعني، وحطينا نمرته على صفحتنا يا جماعه ابعتوا له اتصل بيا اللي انت عملته ده، تليفوني هنج من كتر المكالمات من جوه مصر ومن بره مصر، الناس عايزه يعني عايزه تقول له شكرا، عايزه تبوس ايده وعايزه تقول له احنا نعمل لك ايه؟ عايش في مستشفى المعادي ومحل اقامته في مستشفى المعادي. سجلته مع كام بطل لحد الان؟ فوق 700. 700 على راسهم كترتيب قيادي سياده الفريق سعد الشاذلي الله يرحمه، ثانيهم ربنا يديله الصحه الفريق عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني، وظباط وظباط صف وجنود، اي حد بنلاقيه بنروح له. وطبعا ربنا يديهم الصحه يا رب وطول في عمرهم، انتوا معركتكم مع الوقت كبيره جدا يعني. سباق سباق زمن، ومش كده بس، انا مش عايز اسجل معاه يبقى معايا ماتيريال. طبعا احنا يعني الماتيريال ده تحت امر البلد عشان يبقى الامور واضحه.